سالم دندو ممثل ومخرج سينمائي موريتاني، مدير دار سينمائيين، مدير نسخة 14 من مهرجان نواكشوط الفيلم القصير. بدأت مع سينما مع بداية دار سينمائيين موريتانيين، كنت أيامها عندي الإنتاج في دار سينمائيين موريتانيين، وبعدين طورت في الجمعية، واليوم مدير النسخة 14 من هذا المهرجان اللي شهدت بداياته من 2006، وكنت أنا هو اللي رئيس لجنة التنظيم في المهرجان النسخة الأولى إلى غاية النسخة الخامسة، وبعد ذلك عدت الأمين العام لدار السينمائيين، والآن مدير دار السينمائيين ومدير هذه النسخة. ما يميز هذه النسخة من المهرجان عن النسخة السابقة أن هذه النسخة أولاً من حيث التمويل عندها على الأقل شريك، عندها على الأقل راعي، أيضا من حيث الرسمية نسخة مرعية رسميا من طرف فخامة رئيس الجمهورية ومن طرف الحكومة الموريتانية، أيضا نسخة تأتي منعطف تشهد السينما الموريتانية، خاصة بعد التعهدات اللي تعهد بها رئيس الجمهورية أنه سيدعم مجال الثقافة عموما والسينما على وجه الخصوص، وأيضا تم إدراج السينما في برنامج الحكومة الذي قدمه معالي الوزير الأول أمام البرلمان. إذن الآن على السينمائيين أن ينتهزوا الفرصة لهذه التعهدات باش تبدأ السينما الموريتانية تنتعش وتسجل حضورها عالميا. هذه النسخة كنا كل مرة نقول عن مهرجان نواكشوط أنه مهرجان دولي، إلا أنه ما قد عاد في النسخ الماضية عنده ذيك الصبغة الدولية الكبيرة، كان يحضروه ضيوف طبعا، إلا أنه حسب البرمجة في هذه النسخة وحسب الأفلام المعروضة في هذه النسخة وقيمتها عالميا، وحسب أيضا الضيوف اللي تم استضافتهم في هذه النسخة، تعتبر نسخة دولية بكل المعايير. طبعا ستظل ناقصة ما لم نسهر على التنظيم في وقت مناسب. نسخة تم تحضيرها فترة وجيزة جدا، أملنا على أنه من خلال هذه النسخة أن ننظم وننسك ونحضر للنسخة 2015 في 2020، ومهرجان نواكشوط يسجل حضوره عالميا، ونعود موعد للسينما العالمية في مدينة نواكشوط. تمت تسمية هذه النسخة بقى عندها تيمة أنها تستضيف سينما دول الساحل والسينما المغاربية، لأن السينما الموريتانية نحن ننظر إليها أنها تأخذ من أفريقيا وتأخذ من العالم العربي، أيضا باعتبار موريتانيا جزء من المغرب العربي وباعتبارها جزء من الساحل، أردنا أن نلقي نظرة على سينما الجوار من أجل أن نعرف أين نحن من هذه السينما، وهذا هو السؤال كان مطروح دائما نريد أن نعرف أين نحن من سينما الجوار وأين نحن من السينما العالمية. لهذا السبب استضفنا الإخوة في الساحل والإخوة في المغرب العربي، وأيضا نريد أن نستعين بخبرات هؤلاء الإخوة في الجوار من أجل معرفة ما هي أنجع السبل للنهوض بالسينما الموريتانية ولخلق تجربة موريتانية بإمكانها أن تنافس أو على الأقل تسجل حضورها عربيا وعالميا. المهرجان كالعادة يقدم مسابقة دولية ومسابقة وطنية ومسابقة الأفلام الورشات، وهذه السنة استحدثنا مسابقة الأفلام الهواتف. أيضا يقدم المهرجان دورات تكوينية، منها ما يقام قبل المهرجان ومنها ما يقام أثناء المهرجان. الدورات التي تقام قبل المهرجان مخرجاتها هي أفلام قصيرة تتنافس في مسابقة أفلام الورشات، أما الورشات التي تقام أثناء المهرجان هذه أردنا أن تكون موجهة للمهن السينمائية لمحبي امتهان السينما. عندنا دورة تكوينية في النقد السينمائي، وهذا ما نحن بحاجة إليه، نحن بحاجة إلى صحافة قادرة على قراءة الصورة وقادرة
قادر على تحليل الصورة. لهذا السبب استقدمنا زميل ناقد سينمائي من أجل إقامة ورشة حول النقد السينمائي. أيضا فيه ورشة حول صناعة الفيلم الروائي وورشة حول التمثيل أمام الكاميرا. بما أنه جمهور أو المستفيدين من المهرجان منهم الناطقون بالعربية ومنهم الناطقون باللغة الفرنسية، يقدم المهرجان هذه السنة ورشة في الإخراج باللغة الفرنسية وورشة في الفيلم الوثائقي أيضا مقدما باللغة الفرنسية. أبرز الضيوف في هذه النسخة نجوم، عندنا نجمات سينمائيات معروفات في المغرب العربي. عندنا مثلا النجمة التونسية سنة يوسف، سنة قسوس. عندنا النجمة الجزائرية مليكة بلباي. وعندنا أيضا النجمة المغربية زبيدة عاكف. هذا فيما يتعلق بالنجوم. بخصوص المخرجين العالميين، عندنا مخرج عراقي ألماني هو نوزد شيخان، ويمتاز المهرجان هذه السنة أنه سيقدم فيلم تورن لنوزد شيخان. فيلم تورن حصل على أكثر من 43 جائزة لسنة 2019 لوحدها. وشيخان هو رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة. عندنا أيضا حضور لمهرجان وجدة من المغرب، وعندنا حضور لمهرجان الأقصر من مصر. المهرجان هذه السنة فيه مفاجآت كثيرة. سألتني عن ما هي أبرز الأفلام المشاركة في المهرجان هذه السنة. عندنا مثلا من تونس عندنا فيلم عرس الشوك، هذا فيلم جيد. عندنا من مصر أفلام ما تعلى على الحاجب وشوكة وسكينة. وعندنا من المغرب أفلام أيضا جميلة. عندنا من الجزائر أنا في أفلام مهمة جدا. المهرجان قدم للسينما الموريتانية أنه حافظ على الأقل على ذكر السينما الموريتانية طيلة هذه السنوات المتتالية. دار السينمائيين أول ما أسست كان الهدف منها هو خلق هذه الثقافة الموريتانية وخلق هذا الحراك الموريتاني. أيام كانت دار السينمائيين تمتلك الإمكانيات كان الحراك على مدار السنة، ولما بدأت تنحصر الإمكانيات وينحصر الدعم على الأقل حافظت دار السينمائيين على موعد سنوي على الأقل هو موعد مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير، من أجل أن يبقى ذكر السينما موجودا ولو في مناسبة واحدة، ويبقى أمل أن نعود إلى الصناعة السينمائية والإنتاج السينمائي على مدار السنة إن توفر الدعم وإن توفرت المواكبة الرسمية.